قول والله تاني. والله تاني وتالت ورابع. طيب تمام. انا والله لانه انا بحب الانصراف شديد وبقول لك والله عينك فوق وتلك فوق وجيش جوجو. سجودة. شنو؟ شو الجملة اللي قلتيها دي؟ عينك فوق وتلك فوق ما بتعرفها؟ لا والله. الله اكبر. نحلل لك في الرسالة الخاصة بعدين. عينك فوق وتلك فوق وده كيف؟ زي حق الشيخ الامين. طيب اوكي. قدرة الفول ما بتعرفها؟ قدرة الفول بعرفها بس المثل ده ما بعرفه. والله انت مودنا عمي كيف تعرف قدرة الفول؟ لا 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 بلاش ال لا لا بلاش ال يعني كيوت حرام عليك يعني. لا لا لا, 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 لا بلاش الاسم شو ده بلاش كيوت ونعومي وما تشوفي نعومي وكيوت دي. انا مواليد يعني مواليد الخرطوم ومتربي في مدرمان يعني عادي ممكن اقلب لك شماشي عادي. حسي كمل. احلف بس احلف والله لا ام درمان ولا شفت ام درمان انت والله انا يعني عندي صور في المولى ده شفتي وفي ام درمان وفي سبانت كمان. قول والله يقول اقسم اقسم بالله يا زول كده اسمع دقيقه عليك الله عشان شنو؟ عشان الموضوع كده هنبدا نطلع اللايف من حته ده ده ما صح. معاك 30 ثانيه 30 ثانية على طول 30 ثانية سجودة ليه كده يا سجودة يا اخوانا الناس اللي بتقول الناس اللي دايما بتتهمني اني بتاع لايكات ومتابعين شايفين اللايف ده فعلا عيلة كيف؟ مع كده انا هنزلها ليه؟ لانه انا ما بيهمني دقيقة بس اسمعي دقيقة دقيقة خليك معي ثانية لا 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 دقيقة دقيقة خليك معي ثانية واحدة انا هنزلها لسه ما نزلتك هنزلك بعد ما انت انه انت طلبت في الفيديو والله يلا حيحاسبك والله كده استني بس يا دقيقة يا استاذ عليك الله يا جماعة شايفين انا كم معي 400 500 تقريبا ذاته 354 ال 354 الزيادة ديل بالنسبة لي ما تارجت ما هدف ليه؟ لأنه ديل جو عشان في الكلام اللي هي يا سجودة والله 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 يا سجودة اسمع كلامي اسمع كلامي كبر اذنك وكبر عين وسع اذنك وسع عينك وكبر اذنك وسع عينك وكبر اذنك والكلام اللي بقوله لك والله ما بيجي زول غيري بقوله لك ليه ليه سألني قول لي ليه الكلام اللي بتقولي لي ما في طلبي اوكي بقول لك والله العظيم الايام الجايه حتكون عصيه عليك والايام الجايه حتكون زي قرم خرمه الابره بالنسبه لك بل وفتك ومتك بالنسبه لك الايام الجايه حتتبلبل شفتها بلوا راسكم بلوا راسكم شفت الشغل ده كيف انا بليتك بل في لايفك ده يا ساجد تتبلى وتتحلى وتمشي لله يا ساجد شفت البل ده كيف فتي قومتك ده الشغل عذبتنا والله والله عذبتنا شغال لنا جيش السودان سؤال فتي قومتك دي يعني شنو؟ فتي قومتك يفتقوك ويمتقوك جياش يغرفوك يفتقوك ويمتقوك وجياش يغرفوك شفت البلده كيف؟ صرفه في الارجاء يا معلم صرفه يبلك ويبل حنانك ويبل جابك معك تخدتك في فتيل ويدلدلوا لك شفت شغل تقيل قسم بالله انت حيستخدموك استخدام الايام الجايه دي حتتبلبل ما شاء الله ما شاء الله على الالفاظ الجميله تنوم على الاخلاق عاليه بلوا راسكم بلوا راسكم بلوا راسكم عاد شفت العمله ولا عمله في شيخ اللمين انت حيتعامل فيك شفته واسمه منو كمان سندال اللي معاك بدقينه زي التيس انتوا لا 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 ل